لضمان حقوق المرضى، وهو إحياء اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي خصص له هذا العام من قبل منظمة الصحة العالمية، وهو مأمونية الدواء أو الدواء الآمن. نحن جميعا نعلم ما الأخطاء التي تترتب عليها. هناك مشاكل مستعصية للغاية، ولكن جميع الجيل نأمل أن تحل هذه. لم يكن لدينا نشاط في هذه المدينة ثقافي أو علمي أو توعوي إلا وجامعة عمر المختار. دكتور سالم طبعا سباقين دائما لدعم ورعايه هذه المؤتمرات او الندوات او الايام العلميه اللي من شانها ان توصل ذلك، لكن هذه هي النقطه اللي حتكون هي المحرك الاساسي لان نوصل للمستوى اللي نطمحه له جميعا، التميز في مستوى الخدمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاسم دكتور منصور سالم، مدير مكتب التعاون الدولي جامعة عمر المختار. طبعا نحن حظينا اليوم بتنظيم ورشة عمل دائما هو إحياء اليوم العالمي لسلامة المرضى. هذا اليوم طبعا خصص له شعار معين وهو مأمونية الدواء، ونحاول بقدر المستطاع أن نحن في هذه الورشة أن نقوم بتوعية المواطن في استخدام الأدوية بطريقة مأمونة. يسعدني تواجدنا معكم اليوم، كذلك أسجل بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا نلتقي اليوم من داخل جامعة عمر المختار في اليوم العالمي لسلامة المريض، والذي خصص هذه السنة المأمونية إعطاء الدواء. طبعا تقام هذا اليوم ندوة علمية داخل جامعة عمر المختار بالتعاون مع الكلية الطبية بالجامعة من أجل التعريف بمأمونية الدواء وآلية إعطائه والحفاظ على جودة وسلامة الخدمة الطبية من خلال مأمونية إعطاء الدواء بشكل صحيح وبشكل مناسب والتعريف بها. طبعا هذا اليوم العالمي يخص لسلامة المرضى والرفع من مستوى الخدمات الطبية وتطويرها والارتقاء بها، كل ذلك من أجل توعية صحية تثقيفية طبية تكون سليمة من أجل ارتقاء بمستوى الخدمات الطبية. طبعا حتى يشمل اللقاء اليوم أو الندوة العلمية لهذا اليوم على عدة محاور تختص بمأمونية إعطاء الدواء، وكذلك من أجل دفع عجلة التدريب ورفع مستوى الكوادر الطبية لتدريبهم والوضع أسس وشروط علمية صحيحة تختص بإعطاء الدواء بشكل آمن وبشكل صحيح. في الختام أقدم لكم شكري وامتناني على حضوركم، أتمنى بإذن الله أن تستمر هذه الندوات العلمية لأنها هي اللي حتكون المحرك الأساسي والرافد لتطوير مستوى الخدمات الطبية داخل المدينة وداخل الوطن بصفة عامة إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيكم.